يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى وهو العزيز الغفور، الاسمان الكريمان من أي أنواع صفات الله سبحانه وتعالى؟ وهل للعزة أنواع؟ من أي أسماء الله تعالى؟ نعم، اسمان مستقلان، هما اسمان مستقلان، والله له أسماء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وكلها حسنى، له الأسماء الحسنى. والعزة يراد بها الغلبة، ويراد بها القوة والصلابة، وقال مكان عزاز يعني قوي صلب. نعم.